اهلا وسهلا فيكم. انا يزن ضبعين، سيستم انجينير بأرابيا ويدر. اليوم حاب احكي لكم عن لغه برمجه شوي مش كومن زي باقي اللغات، الجافا وسي وسي بلس بلس وبي اتش بي وما الى ذلك. طيب اليوم بدي احكي لكم عن دي بروجرامينج لانجويج. في حد منكم سمع عن دي بروجرامينج لانجويج قبل؟ واحد اثنين يعني الرقم اكثر من المتوقع. طيب اول شيء ليش بهمنا نعرف عن لغات برمجه مختلفه؟ يعني طب ما هي بالبي اتش بي بنقدر نسوي اللي بدنا اياه، بالبايثون بنقدر نسوي اللي بدنا اياه. مين في باله سبب هيك؟ نص لا. طيب طحان طحان بيحكي عشان نكون هيبسترز، يعني سبب كثير كويس. بس في اسباب ثانيه. واحد من الاسباب اللي هو البرفورمانس. البرفورمانس بيفرق لما يكون عندك شركه ومشغل 500 سيرفر وبتقدر تنزل عدد السيرفرز ل 200. طبعا هدول فرق السعر، هذا انت حطيته بجيبتك وقدرت تستثمر فيه بشغلات ثانيه. شو كمان بهمنا باللغه؟ انه نقدر نوصل الافكار اللي بدنا نحكيها بطريقه سهله، وبالمقابل بعد ما ارجع للكود مره ثانيه بعد شهر او شهرين اقدر ارجع اطلع واقرا وافهم شو كتبته. فبهمنا performance, readability, ease of development, development speed وشغلات ثانيه. طيب خلينا شوي نحكي شوي اكثر عن دي بشكل خاص. D is a statically typed compiled language with C-like syntax. So syntax تبعها زي ما كلنا بنعرف C-like، يعني قصدي بتشبه جافا، بتشبه PHP، يعني braces و if statements طبيعية و for loops ما إلى ذلك. هي compiled language معناته إنه البرنامج أو الكود وقت ما عملت له compilation، عملت البروسيس هاي اول مره، خلص الكود جاهز انه يتنفذ. ما بتحتاج كل ما تشغله تعمل اشي زي interpretation او compilation at runtime. statically typed رح احكي شوي اكثر عن الموضوع كمان شوي. اشي بيميز اللغه، it's a language that provides productivity and modeling power at the same time as high performance and efficiency. So productivity اللي هي development speed، modeling power اللي هي تقدر تحط الأفكار زي ما أنت بدك إياها في الكود، مش إنه اللغة بتجبرك تحط أفكارك بالطريقة اللي بتفهمها اللغة. يعني مثال، ما بتجبرك دائما تستخدم classes، ما بتستخدم دائما تستخدم object oriented، ما بتجبرك تستخدم بس functional، تعطيك الخيار تحط الأفكار اللي بدك إياها في الكود. It's high performance and efficient. High performance, its speed matches this of C and C++. It's as efficient برضو. يعني لما يكون عندنا integer حجمه 4 بايت it will be 4 bytes. مش زي مثلا in Java it can take a lot more. فهاي ال D demonstrates that it is possible to build a powerful programming language that is both easy to use and generates fast code. طيب نشوف شوي بسرعة الهيستوري تبعت اللغة. والتر برايت هو الزلمة اللي طلع بفكرة الD. هو developer of multiple C and C++ compilers كان زمانات. فهو الباك جراوند تبعته هي كومبايلرز، ولانه كان يعرف سي وسي بلس بلس من جوا وشو مشاكلها كان عم بحاول يحدث تغيير. بس مشكله التغيير بسي وسي بلس بلس انه اللغه ستاندرد، وحتى تعمل تغيير رح تاخذ منك سنين وفي كوميتي وكثير قصص. فبعد ما حاول يحدث التغيير في سي وسي بلس بلس قرر وفشل، قرر انه يكتب اللغه تبعته.
الفكرة بلشت تبعت الدي في سنة 99 كفكرة. أول ريليس كان لدي بسنة 2001. بسنة 2006 في زلم كتير مميز معروف كتير بـ C++ community اسمه أندري ألكسندريسكيو، دخل ككود ديزاينر على اللغة بسنة 2006. أندري ألكسندريسكيو كاتب كتير كتب مشهورة وغيرت عالم C++ زي مودرن C++ ديزاين، وبرضه كتب كتاب The Deep Programming Language. عشان ناخذ فكره بس عن التايم لاين تبع البروجرامينج لانجويجز، نطلع عندنا سي حوالي 72 او 73، سي بلس بلس 83 مع اوبجكتيف سي. اوبجكتيف سي متى هيك بلشتوا تحسوا انها عم بتفوت على الجو؟ بس لما ابل دفشتها، يعني 2007 يمكن، يعني تقريبا تتخيلوا قد ايه، عم نحكي عن 20-30 سنة حد يحسبها، فترة كتير طويلة حتى اللغة أخذت. عم نحكي عن جافا بال 96 تقريبا، بايثون 2 ب 1999. لما عم نحكي عن دي 1 اللي هي أول ريليس للغة كان ب 1999، هي مش فترة كتير قديمة، خاصة إنه دي 1 هلا حاليا مش مستعملة. في 2007 او 2007 نزل فيرجن جديد من اللغه وهو المستعمل، مش هتلاقي دي 1 فيرجن دي ذاتس يوزد. سو الفتره هاي صغيره، فليش اذا فعلا اللغه فيها كل هاي الفيتشرز ليش لهلا الناس ما عم تستعملوها؟ لانه قصر الفتره اللي فيها اللغه كانت موجوده. طيب خلنا نخلص من الهيستوري، نحكي شوي عن السينتاكس. هلو جوسا. السينتاكس زي ما قلت لكم كتير قريب من لغات السي والسي لايك لانجويجز. سو عندي void main اللي هي الانتري بوينت للبرنامج، عم بعمل import للستاندرد لايبراري ستاندرد IO. ستاندرد IO بقدر اعمل فيه اكسس تو فايلز وستاندرد انبوت واوتبوت وستاندرد ايرور وما الى ذلك. سو هون عم بعمل امبورت ستاندرد IO حتى اجيب الفانكشن رايت لاين واطبع هلو جوسا. اتوقع كثير واضحه. اوكي هاي فانكشن بسيطه كمان بس عشان تشوف السنتاكس. اللي مش شايف الشاشات موجوده حوالينا. اوكي سو هاي فانكشن عم بعرف function اسمها sum، عم تاخد array of integers وعم تجمع ال elements وبترجع السم. ننتبه هون شوي عنا على for each، لو بدي اسويها هاي in C لازم اعرف index، اعمل عليه iteration، احط for int i equal 0 while i اصغر من elements.length و i++. هون الفور إيتش عم بتشيل كل هاي الغلبة من البرمجة تبعت. انتبه برضو كمان documentation comments اللي فوق، هاي standard comments. سو فعليا بس اكتب انا in this form this is called ddoc، الكمبايلر بقدر احكي له طلع لي documentation تبع الكود تبعي وبيطلع format معين. سو انا عندي documentation بقدر احطها مع الكود. هون function بسيط تاني كمان، عندي function main بتاخذ string arguments array اللي هي ال command line arguments. نشوف هون ال for each argument in arguments من واحد للأخير، ال dollar sign هي معناها length of the array، وهون أنا عم باخذ slice of the array. arguments is an array وبدي أخذ ال elements من واحد للأخير. مين بيعرف ليش ما عم باخذ arg 0؟ arg 0 لانه هو الاسم الـ او the way that the program was launched. سو انا بدي اخذ الارجز من واحد للاخير وعم بكتب الارج وطول الارج. ننتبه كمان شغله هون، arg انا ما عرفتها من قبل مع انه اللغه statically typed، بس الكومبايلر لحاله بيقدر يعرف انه arg نوعها string
ما حدش انا احدد انه انا بدي الارج تكون من نوع string. args هي string array. This is يعني مظبوط statically type بس عم بتوفر علينا الشغل. هاي المثال كيف لو شغلنا البرنامج شو راح يطبع لنا. اوكي لا انزل تحت. اوكي سو شوي فورمال اكثر السينتاكس. عم نطلع على هاي الداتا تايبس الموجوده عندنا معروفه باقي اللغات: بايت، شورت، انت، لونج، فلوت، دبل، كار. كار هو يو تي اف 8 كاركتر. So it supports UTF-8, 16 و32 by default. عنا بول هون عم نعرف array of numbers. عم بجمع الelement الأول والأخير. dollar sign هي length مرة تانية. وهون عم باخد slice. The slice is a view on the array and it's not a copy of the array. هون بتفرق كتير عن لغات تانية إنه معظم اللغات الثانية بس بتعمل اشي زي هيك. انت عم تاخد كوبي من الاري. طب كتير مرات احنا ما نحتاج ناخد كوبي. ليش؟ يعني هون it's a matter of efficiency. D is much more efficient than other languages. هاي الشغلات بالسلايسز. وهون مثال على associative array. الassociative array اللي هي هاش ماب موجودة بكتير لغات بس it's part of the language. It's not part of the library. So هون عم بعرف word count is an associative array. الكي تبعها string والvalue is an integer. So لما احكي مثلا word count of hello is equals to 1 صار عندي associative array فيها hello قيمتها 1. وبقدر افحص اذا القيمة موجودة بالassociative array. بقدر ارجع القيمة وبقدر ارجع القيمة اذا موجودة. اذا مش موجودة اعطيها default value. طيب نرجع شوي نطلع. احنا حكينا اللغة statically typed. انا ما حكيت شو يعني statically typed. هلا statically typed اللي هي اللغة اللي لازم types of the variables تكون معروفة قبل ما يبلش البرنامج. بالمقابل عندنا dynamically typed languages اللي هي زي JavaScript او PHP. تكون الvariable نوعه مش معروف اول ما تكتب الكود. بس حسب تنفيذ البرنامج كيف بيمشي الvariable ممكن يتعرف يصير integer ممكن يصير string أو أي شيء تاني. هلا المشكلة دائما في ناس بيحكوا statically type is verbose ولازم تكتب شغلات already بيعرفها الكومبايلر. دي بتروح إشي statically typed بس بتوفر عليك الجهد تبع dynamically اللي الموجود بالstatically typed languages. كيف؟ مثال هون بدي أعرف variable اسمه number وأحط فيه 0 أو string حط فيه xerox أو بدي أعرف time. هون لو نطلع دائما على الجهة الشمال وعلى الجهة اليمين. الجهة اليمين موجودة فيها ال type already. يعني لما أحكي 0 أكيد مش هيكون string. لما أحكي string xerox أكيد مش هيكون رقم. فالكمبايلر بيقدر يعرف لحاله شو هو النوع و it will declare the type on its own. So هون لما أحكي بدل ما احط int num equals 0 بقدر احكي له auto num equals 0. وقت الكمبايلر بياخذ التايب من الرايت هاند سايد و بعرف variable من النوع الصح. اوكي هون كمان فيتشر شوي عن السنتاكس اللي هي اللامداز والانونيمس فانكشنز. هي طريقه حتى نكتب الفانكشنز بسرعه وبدون ما نغلب نعرف كثير شغلات. سو هون مثال هذا function integer square بترجع ال square of the number. function declaration عادي ممكن برضو اعرفه in lambda form من خلال this form. سو هون كأني عم بحكي في عندي function هي عم ال function summation عم تاخد two integers وبترجع ال x plus y. وبقدر اناديها بنفس الطريقة summation 5 و 10 عم بمر إلها الانتجرز. هي ال x صارت 5 ال y صارت 10 والreturn value هي x plus y.
انا عم بشرح هاي السنتكس لانه كمان شوي رح نستخدمها. بدي احكي كمان عن فيتشر بالسنتكس مميزة بالدي اللي هي Uniform Function Call Syntax UFCS. Uniform Function Call Syntax هي بتسمح لنا نعمل شيء زي الميثود تشيننج. بيعرف شو هي ميثود تشيننج؟ نفرض عنا function اسمها with last name، تأخذ string first name و string last name وبتجمعهم مع بعض، تعملهم concatenation. هذه ال concatenation operator of arrays. ترجع first name space مع last name. هلا الشكل الطبيعي لها نستخدم الفانكشن هاي، نحكي auto full name equals with last name، افتح قوس، نمرق اول بارامتر ونمرق ثاني بارامتر. UFCS ايش بحكي؟ بتقدر تسمح لك نادي الفانكشن هاي in this form اللي هي اول بارامتر تحطه، بعدين as if this function is a member of this element او variable، تقدر تناديه بهاي الطريقة. هاي شو بتسمح؟ بتسمح بإشي زي هاي import standard date time. عم بعرف أنا duration، عم بحكي auto duration equals 5 days plus 12 hours، so كأني عم بحكي إنجليزي. يفترض هاي كتير تكون readable، يعني واضحة شو النتيجة تبعتها. مقابل إني بضطر أحكي equals days 5 plus hours 12. So one form is more readable than the other. في سبب ثاني الميثود تشيننج، هلا رح نشوف. هذا اكزامبل، عندي كوت بدي ارجع كل الكلمات اللي طولهم اربع احرف او اكثر. So اذا انا ما بدي استخدم اليو اف سي اس شو لازم اعمل؟ عندي السترينج هذا بدي اعمل له سبليت، والنتيجة من السبلت بدي أعملها فلتر للكلمات اللي طولهم أربعة أو أكثر. سو أول شيء لازم أعمل سبلت للكوت، والنتيجة من سبلت للكوت بدي أمرقها على الفانكشن اللي هي فلتر. بالمقابل لو استخدمت UFCS بقدر أكتب الكود بالطريقة اللي أنا بفكر فيها. عندي كوت I want to split it، والنتيجة من السبلت بدي أعملها فلتر. سو أنا هيك كأني عملت extension، عملت method chaining، طريقة خلتني أكتب الكود بالطريقة اللي أنا بفكر فيها. هون الفلتر عم تأخذ لامدا اللي هي اللي بترجع true أو false. إذا الكلمة بدي إياها طولها أكثر من أربعة أو تساوي أربعة بترجع true، otherwise بترجع false. وهذا هو المثال. نطلع شوي بس هيك كود كومباريزن بين دي وجافا وبايثون وجافا سكريبت. سو عندي اري من التمبريتشرز من سلسيوس وبدي احولهم لفهرنهايت. عندي بعرف الاري، ما احتجت احكي انه this is an array of floats، قلت له auto celsius is equal to the array، وهو لحاله عرف ان it's an array of floats او doubles. بعدين قلت له فهرنهايت هي سلسيوس دوت ماب ايتش element، مرقت له اللامدا. شو اللامدا بتحكي؟ كل element الريتيرن فاليو هو 9 في سي على 5 زائد 32 اللي هي الفانكشن اللي بتحول من سلسيوس لفهرنهايت. سو هون انا عم بستخدم ماب، يفترض معروف الماب يعني مش هحكي عنها، وعم بطبع النتيجة. In Python الكود كتير بشبه الكود in D. So Python دائما بيحكوا it's readable code, it's easy to understand. D أكتر واحدة بتشبه Python من هاي الناحية. لو طلعنا على Java 7 exactly، أنا عم بعرف Celsius هي double array، لازم أحكي له double array. وحتى أعمل نفس النتيجة تبعت دي وبايثون لازم
عرف برضو فهرنهايت وعرف انها دبل اري واللينك تبعها امر او وعمل الاوبريشن على كل وحده يوزنج ا فور لوب وبعدين الف واطبعهم element element. الحل الثاني انه كان احط الفانكشن جوا البرنت لاين بس هاي بتعمل كابلينج وافرض انه هاي فانكشن برانيه ف بدي اعمل اوبريشن على element element. جافا ما بقدر لازم اعبيها في array وبعدين اطلع من الاري. وعندنا هون جافا سكريبت برضو كتير قريبة على دي وبايثون. سو بدي احكي انبه بس على شغلة هون الماب فانكشن هي lazy. شو يعني lazy؟ يعني فهرنهايت is not an array of doubles. بهاي الحالة النتيجة is not an array. map ترجع اشي بس اطلب منه الرقم بيعطيني اياه. سو انا هون لما اجي بدي اطبع فهرنهايت اول شيء بدي اول قيمه للفهرنهايت فيها قيم بحكي له بعطيه القيمه دغري هون بعطيه القيمه وهكذا. شو اللي بتفرق؟ efficiency. ما احتجتش اعمل allocation لميموري حتى اعبي فيه الداتا تبعت فهرنهايت. انا من انصار الجافا بتضايق بس حدا بيجيب سيرفر. هلا بدي احكي لك انت هلا اول حكيت يعني واضح انه من وجهه نظر الديفلوبر اسهل يعني يمكن انك تكتب بالبايثون او ستراكشر او دي بس بدي اسال من ناحيه الاكسكيوشن تايم. اكسكيوشن تايم سي وسي بلس بلس نفس سرعه الدي حتى لما تكتب ان ذيس ستايل using optimizing compilers. But this is done at compile time. This is not done at runtime. It's statically typed. So فعليا هو بيعرف انه هاي already he double array of doubles. So it's as if I wrote double array myself. بس compiler already بيعرف. المشكلة الثانية هل الايرور يعني اذا كان الديفلوبر عامل ايرور هون مش سهل يمكن ديتكشن طبعا يمكن يعني ممكن ايرور من اي شكل يعني يحط داتا تايب غلط او انه يحط شيء هو ما حطش داتا تايب ما حط داتا تايب بس يحط شيء ما بينفع على الاوبريشن اللي بعده وقت الكومبايلر بحكي لك في عندك مشكلة هون هل يعني سي مش دائما بتقدر تلقط شيء سي شوي ويكلي تايب هون سترونجلي تايب اكثر. سو مثلا ان جافا سكريبت بقدر اجمع 5 زائد سترينج 0 بيقبلها بس ان دي بقدرش اجمع 5 زائد سترينج 0 بقول لك لا ذيس اوبريشن از انفاليد فبدك تحول يا 0 لانتجر او بدك تحول ال 5 الانتجر لسترينج وتعمل كونكاتينيشن. سو ستاتيكلي تايب والتايب تشيكينج موجود دائما عندي. هلا سؤال ثاني كمل. سو هاي كومباريزون. سو كثير ناس ما بيحبوا الستاتيك تايبنج بحبوا من هواة الدايناميك تايبنج اللي هي لغات جافا سكريبت وبي اتش بي وما الى ذلك. وليش الاسباب؟ بقولوا لك في كثير كود دوبليكيشن وعندنا كثير فيربوزيتي. فيربوزيتي اللي هي بحتاج اكتب كثير شغلات حتى اوصل للكود اللي بدي اياه. طيب خلينا نطلع شوي. في عندنا مشكله الكود دوبليكيشن. لنفرض عندنا فانكشن اسمها اد مرات بتاخذ انتجرز مرات بتاخذ فلوتس. طيب do I have to write the function twice حتى افهمه انه تقدر تاخذ انتجر او فلوتس بلغه زي سي بالجافا تقدري overloading you should write it twice بس you can do generics بس مش على function level I think. So شو الحل ب D؟ هلا اللي بدنا اياه نحكي له انه type هو اشي placeholder هو يعني ممكن يكون اكثر من اشي. This is not valid syntax. The valid syntax هو هذا. هلا هون add صارت function template
شو عم بحكي؟ صار في عندي two sets of parameters. في البارامترز اللي على الجهة اليمين هدول اسمهم runtime parameters اللي هم متعودين عليهم، وفي عندنا هون اللي هي compile time parameters. So صار عندي integer ال type is a parameter للfunction template. كيف بقدر استعملها؟ بقدر احكي له add the type is integer، وبقدر امرق له types. هاي اول طريقة. هلا اذا كان عندي الكومبايل تايم بارامترز عددهم واحد، بقدر اختصر الاقواس وبصير add هاي الاكسكلاميشن مارك، معناها انه this is the compile time parameters، add integer 10-12، او بقدر اشيل الانت كامل لانه الكومبايلر بيعرف انه ال10 وال12 integers. فهيك انا اختصرت الكود ابلكيشن. الكومبايلر بيطلع function بس ما بيحدد له الكومبايلر وقت ما انادي هاي الفانكشن، بيعمل فانكشن تاخذ انتجر وانتجر. هلا اذا عم تقرا من الملف، انت عم تقرا string. هلا اذا بدك تحوليه، بدك تحكي له ايش بدك تحوليه، بدك تحوليه لفلوت ولا لا انتجر. فا اوريدي التايب انت عارفيته. طيب هاي هي التمبليت. التمبليت هي كود لسه مش معروف كل شيء فيه، لسه تمبليت يعني بمعنى الكلمه، وبده معلومات ثانية حتى تكتمل الفانكشن أو شغلات ثانية. هلا بنشوفها هون template function ثانية type لا A ولا B مختلفين، وبقدر أحكي له صار عندي two compile time parameters T و U، والreturn type عم بحطه auto، صار compiler لحاله يعرف بس أجمع integer وانتجر خلص أنت أعرف إنه integer رح يرجع، بس اذا جمعت انتجر وفلوت لا رح يرجع فلوت. التلدة يس. سو الاوبريتر بيختلف. يو كان دو ذس. تقدر تحكي له اذا تقدر تعمل overloading مع templates. سو تحكي اذا اجاني strings اعمل كذا، اذا اجاك اي شيء ثاني اعمل plus. في pointers بس النورمال دي كود ما بتحتاجهم كثير. بس يعني as much as C++. Yes you can do اللي بدك اياه C و C++. لا 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 it's natively compiled و you can access اللي بدك اياه الهاردوير براحتك. وهون عم بستخدمها برضه ما حددت لا في ولا يو، عرف لحاله انه integer float او double، وعرف انه الريزلت هي double. التمبليت مش بس function، ممكن اعمل templated struct او data type. مثال هون عندي 3، أول شيء عندي الـ value تبعتها معرفة كـ integer و it contains children اللي هي array of trees other trees. إذا بدي الـ tree هاي تأخذ integers أو strings أو doubles، شو بعمل؟ بعملها templated. بصير تأخذ الـ tree تأخذ type و والـ value هي of this type والـ children هي tree أو tree t. اوكي وبرضه ما التمبليتس مش بس بتاخذ تايب بارامترز اللي هي زي تي، زي شفنا قبل شوي فانكشن فلتر وفانكشن ماب، هدول تمبليت برضه فانكشن تمبليت. ليش؟ لانه مش معروف الفلتر شو بدها تسوي قبل ما يو انستانشيتد،
you must pass a function that defines how map will work or filter will work. So هون template parameter هو lambda أو function. I'm بعطي ال array dot map e to the square e goes to e ضرب e. فبترجع لي ال square numbers. هلا بسبب دقيقة بس خليني أكمل هون. بسبب إنه عندنا templates كتير powerful. The strings in D هم مش إشي غريب ومش إشي special. Strings are just character arrays. زي الواحد اثنين ثلاثة integer array. وكل ال functions اللي بقدر أنا ديهم على strings موجودين لل integers لأنه عندي templates. وهي بتزبط حالها. So هون مثال 1 2 3 بدي أعمل split على space. طلع لي 1 2 3. عندي 1 2 3 4 0 4 5 6 بدي أعمل split على 0 بقدر أعمل split على 0. بدي أستخدم starts with بدي أستخدم starts with hello بترجع لي true. وهون بقدر أستخدمها برضو على ال integer array. So كثير حلو. كنتك تسألني سؤال؟ ايش قصدك؟ انا شايف انه التمبلتس هي بحد غير مش جنريكس. جزء صغير من التمبلتس، التمبلتس اشمل بكثير. بالضبط. تقدر تقدر تحط شيء اسمه template constraints. template constraints بتقدر تحكي له هون مثلا if t is a string او بتقدر تحكي له if t is numeric او بتقدر تحط الشرط اللي بدك اياه. في كثير بتقدر تحط اللي بدك اياه يعني شرط هاي الشرط يعني بتحطه في statement. if statement بس at compile time statement. فهل عندنا code duplication verbosity؟ مش كتير. So actually the code كتير بشبه ال Python code. سؤال المشكلة مثلا في لغات زي بايثون انه الايرور كلاس تبعتهم زي يعني بيطلع لك ايرور بوكس مثلا تلاقي شو موجود ايرور اوكي اوكي هي نفس المشكلة هون يعني مثلا اذا اعطاني موبايل ايرور بكون كثير واضح وين المشكلة هل هي يعني انا بفهم عليه بعرفش بشكل عام اذا الجافا بيعطيك بالضبط شو المشكلة شو لا بين بايثون مثلا كثير مرات بكون معطيك ايرور اكتشف انه ملوش علاقة يعني هي المشاكل بالعادة بس تمرق عليها بصير تعرف شو هي المشاكل اللي بتمر عليك. So مش انا ما واجهت مشكلة بالإرور مسجز من الكمبايلر واضحين انا ما واجهت فيهم مشكلة. طيب مشكلة تانية بيحكوها بالستاتيك تايبنج انها unflexible وبتعمل كتير constraints. انا بدي اكون عمل ديزاين بسرعة وخلاص بدي اي اشي يمشي. طيب constraints هاي ليش موجودة اصلا؟ constraints ممكن اشي كتير مفيد يكون. مثال عندنا هون عندي number of apples integer وعندي number of oranges. إذا جمعت قرنت apples مع oranges شو بحكي لك أستاذ الرياضيات؟ you should not compare apples to oranges. طيب ليش هلا إذا أعطيت كل إشي تايب مختلف ليش ممكن أعطيهم تايب؟ لأنهم شغلات مختلفة أعطيهم تايبس مختلفة رح أصير ألاقي bugs at compile time بدل ما تصير معي at runtime. في عندي هون example مين بيقدر يلاقي البق؟ undefined function get user لا مش مشكلة تانية
اوكي لا لا مش سبيلينج انس اوكي هاي البج البج ان هي عكست البارامترز شوفوا هون انا عندي function add to cart تاخذ user id و product id عندي function buy عم بتمرق add to cart البرودكت بعدين اليوزر اي دي اثنين عندي integers سو فعليا ما فيش مشكله هون الكود ويل كومبايل بس متى راح يبقى عندي راح يبقى عندي الكود بالران تايم فعليا مش راح يبقى راح يبقى بعد شهر راح تلاقي كل الداتا عندك خربت طيب انا فعليا عندي اليوزر اي دي والبرودكت اي دي كثير شغلات مختلفه فليش ما افصلهم static typing بقدر شو بقدر اعمل بقدر احكي له user id it's a type separate type that is a long long اللي هي زي integer product id برضه هو type برضه long بس مختلفين ب they're separate هلا لو عملت نفس الفانكشن والبارامترز غيرتهم من long لا يوزر اي دي وبرودكت اي دي بقدر استعملهم كانهم لونج بدون مشكله بس لو ناديت هلا هاي الفانكشن شو راح يصير راح يعطيني كومبايلر ايرور انت عم تعمل اشي عم بتمر اشي انا مش متوقع فهاي بج ستاتيك تايبينج بتحلها حلو مثال ثاني سؤال هلا هي مش كتاب كتير يعني انت فعليا تحطي هاي مره واحده يوزر اي دي عرفتي التايب يو كان يوز ات انستيد اوف لونج وقت ما بدك زي ما بدك هلا شغله حلوه زياده انه ممكن انا بعد مين بيعرف شو صار مع يوتيوب بغنغم ستايل فيديو عدد الفيوز كبر كثير تجاوز الحجم المسموح بانتجر سو شو كان الحل كان لازم كبروا الداتا تايب هلا لو تخيلوا انا كنت حاط انت وبدي اغيره بدي الف على كل الكود بيس حتى اعرف اغيره هون لا بغيره محل واحد كل محل بتغير اوكي مثال ثاني اللي هو عندي distance و speed هذه الكود من library اخذتها موجوده اونلاين github biasic quantities سو عم بعرف الdistance والspeed شوف كيف عم بعرفهم كثير كانه عم بكتب formulas بايدي يعني حط الرقم ضرب كيلومتر والspeed متر بير سكند لو حطيت التايم equals distance على speed it will compile ورح تعرف انه رجع لي تايم لو حطيت speed على distance الكومبايلر رح يعطيني error يحكي لي units don't match so استاذ الفيزياء رح يكون مبسوط منك هنا هاي static typing برضو عملت لنا فائدة تانية هو كيف معرفهم معرف meter second كunits واللينث هي type of مش مشكلة كتير بس هي اللغة بتسمح لك تعمل إشي زي هيك بالأخير بدي أحكي dynamic types هم subset من static types so فعليا أنا I can have dynamic types in a statically typed language مثال عندي هون بالstandard library type اسمه variant variant بيقدر يأخذ أي data so بقدر أحكي له anything equals 12 بقدر بعدين أغير type أحكي له anything is hello وبقدر أحط فيه file هلا هذا فعليا هو بيقدر يحتوي اكثر من شيء وبيعمل بوكسينج وبيعمل it's similar to it's not a tagged union بس similar to tagged union اللي بيعرف شو معنى الكلمه وليش مفيده هاي مثلا عم بعمل كوميونيكيشن مع لايبرري برا وبدي استخدم جيسون جيسون is a dynamic type كثير لطيف انه يكون dynamic type برضه سو بقدر احكي له book is a json empty object حط فيه title عرفت كأني members at runtime
وطبعته. So on flexibility and constraints يمكن شيء حلو هذا. So templates شو بيجي؟ شو بيطلعوا بعدهم؟ في concept اسمه metaprogramming. Metaprogramming اللي هو البرنامج اللي بيقدر يقرأ حاله، يفهم حاله، يستخدم حاله ويغير على حاله ككود لحاله. يعني تخيلوا احنا البرامج مثلا عندنا المصنع هو مثال عم بطلع سيارات. ميتا بروجرامينج هو مصنع بيعمل مصنع بيعمل سيارات. عشان هيك ميتا. في مجموعة فانكشن فيتشر اسمح لنا نعمل اشي زي الميتا بروجرامينج. في عندنا فيتشر اسمها كومبايل تايم فانكشن ايفالويشن اللي هي عندي فانكشن بعرف كل الانبوتس تبعها. قبل ما اصير اتن تايم بقدر اعرف شو الاوتبوت تبعها احطه بالبرنامج بدون ما احسبه اتن تايم. ليش هذا الاشي مفيد؟ خلينا ناخذ مثال. عندي فانكشن تاخذ الارقام رومان نمبرز وتحولهم لانتجرز. هاي الفانكشن عادية، هاي طريقة الحسبة تبعتها. هلا اذا عم بستخدم CTFE اللي هي Compile Time Function Evaluation شو بقدر اعمل؟ بقدر انادي الفانكشن هاي وارجع النتيجة تبعتها as if انا كتبت النتيجة بالكود يدويا. هون عم بعرف struct اسمها Roman. Op dispatch هي زي method missing في بايثون صح؟ method missing او PHP لما يكون عم بنادي عندي class وعم بنادي عليه member والmember مش موجود فعندي اسمها op dispatch. So هون انا عم بنادي roman.xv. xv مش موجود الmember بroman. شو بيروح؟ بيروح بنادي op dispatch ومرق السترينج. عم بقول له اوب ديسباتش هي تساوي فروم رومان لنفس الشيء اللي مرقته. فهون كاني ناديت فروم رومان دوت اكس في او فروم رومان اكس في. شو اللي صار معي؟ الكومبايلر حسب النتيجه ات كومبايل تايم ولو بنطلع على الاسمبلي بنلاقي انه النتيجه اوريدي موجوده. 0 اكس اف اللي هي قيمه اكس في و0 اكس اي هي اي اي اكس 0x61 اللي هي النتيجة من ثالث function call. ليش هاي حلوة؟ هلا بنشوف كمان شوي. performance واحد من الأسباب. لا لا الcompile time يعني الكومبايلر كتير سريع كتير كتير سريع كتير أسرع من C++ و C. execution تبعك يعني بده ياخذ وقته. إذا بتعمل لوك اب تيبلز اللي بيعمل جيم ديفلوبمنت مثلا تفرق معاه الساين والكوساين قد ايه بتاخذ وقت لاحسبها بروحوا بيعملوا تيبلز. بتقدر تعمل هاي الشغلات ات كومبايل تايم. بس في شغلات احلى هلا رح افرجيك اياها. ريفليكشن يفترض كثير او مش كثير يعني يفترض الكونسبت معروف موجود بالجافا. ريفليكشن برضو انه اعرف عندي مثلا كلاس اعرف شو الممبرز تبعته شو الموجوده فيه. موجود عندي مثال عندي struct person فيها id و username و birth date كممبرز. بقدر احكي للكمبايلر يا كمبايلر اعطيني شو الممبرز الموجودة في person. فبقول له underscore underscore traits get members او all members of person. شو بيطبع لي؟ id username و birth date. وبقدر اسأله يا كمبايلر person عنده member اسمه fname اذا فيه بيرجع ترو اذا ما فيش بيرجع فولس. هون راح يرجع فولس. وفي كتير تريتس يعني ممكن هون برضه احكي له هاي الفانكشن اللي اسمها كرييت شو البارامترز اللي بيجوها شو اسمائهم. بيقدر يرجع لك تايتل وبرايس. ليش هذا الاشي مفيد؟ مثال بدي اعمل كومباريزون فانكشن تكون جينيريك ايش ما اعطيها تايب تقدر تعمل سورتنج لل
objects. So عندي مثلا person عندي string username و date time birth date. بدي احكي هل هذا ال person اصغر من هذا ال person من code wise يعني. شو بقدر اسوي؟ بكتب function بتلف على الممبرز تبعت الستركت وبتقارنهم واحد واحد حسب الترتيب. اذا كان اصغر برجع true، اذا اكبر برجع false، اذا كانوا يتساووا بجرب الممبر اللي بعده. سو هون عم بحكي له جيب لي الممبر لكل ممبر موجود بالتايب تي، لف لي على الممبرز وقارنهم وهكذا. هلا الحلو هاي الفانكشن هي تمبليت لكل تايب عم بناديها فيها عم تعمل كومباريزن فانكشن جديده. يعني فعليا هاي لو بتطلع على الكود تبعها بعد ما يصير كومبايليشن راح يكون if username if a.username اصغر من b.username return true، if else if اعمل كذا، else if اعمل كذا. طيب واضحه هاي؟ هلا مجموعه الفيتشرز هاي شو بتسمح لي لما يجوا هدول الفيتشرز كلهم مع بعض؟ بتسمح بشغلات مش موجوده ابدا في اللغات الثانيه. مثال هون عندي لايبرري اسمها بيجد، عم بمرق اللايبرري هاي بتسمح لي امرق جرامر واعمل بارسر ات كومبايل تايم. اللي بيعرف فليكس وبايثون وهي الشغلات كثير بتشبهها وتشبهها. سو انا عم بحكي لها عندي جرامر وهذا السترينج تبعه، طلع لي كود بيعمل باس للسترينجز على هذا الجرامر. ومتى عم بحكي لها شوف هون شو عم بصير، جرامر عم تاخذ string عم تعمل processing على string، عم تعمل classes و data types و functions حتى تنفذ هذا الجرامر، عم بترجع فعليا هي الجرامر عم بترجع string وعم بعمل mixing للstring. so الكود اللي برجعه جرامر عم بحطه بالكود عندي قد كله at compile time. عملت compiler at compile time وبعدين استخدمت نمبر مرقت له نمبر وصار رجع لي بارس تري. سو هاي الفيتشر بعرفش يعني شو في لغات تدعم اشي زي هيك مفيدة. هاي برضو مثلا للريجولار اكسبريشنز، ممكن انا قبلي الريجولار اكسبريشن ستيت ماشين ات كومبايل تايم كود سبيسيفيكلي بس لهاي الريجكس باترن اللي بدي اياه انا. سو هون فعليا الريجكس انجن اللي دي كتبه واحد بده يتخرج بالجامعة على الفصل الصيفي كان جوجل سمر اوف كود. البرفورمانس تبعه سبق الـ V8 بكثير من البرفورمانس تيستس بنشماركس. ليش؟ لأنه الكومبايلر أجاه الكود جاهز، كل شيء بدك إياه موجود وعمل له اوبتمايزيشن كمان الكومبايلر. فشغلات كبيرة يعني. ومثال تاني اللي هو جيسون، ممكن اعمل سيريالايزيشن بكل سهوله من خلال الريفليكشن والكومبايل تايم فانكشن ايفالويشن. سو هون عندي ستراكت بدي احولها لجيسون بس بقول له سيريالايز تو جيسون، بيروح بجيب الممبرز وبيعرف شو قيمهم وبيعمل جيسون سترينج. ودي سيريالايز بالعكس، بقول له عندي هذا الجيسون سترينج عبي لي اياه بالستراكت فو، عم بقول له شو التايب فعم بيعرف شو الممبرز فعم بيعبي الداتا بالممبرز لحاله. طيب بكفي حكي زياده عن اللزوم، خلينا نحكي شوي عن شيء كثير ممكن نستخدمه اللي هو ويب فريم ورك ان دي. vibe.d هو ويب فريم ورك اسينكرونس اي او زي نود جي اس مثلا، اخر شيء معروف الاسينكرونس اي او مكتوب اندي. لو بدي اعمل سيرفر بسيط بهذا الكود بدون انجن اكس بدون اباتشي بدون واتيفر، بحط هذا الكود صار عندي سيرفر، عم بعرف البورت وعم بقول له لسن اتش تي بي، بس يجيك ريكويست مرق لي على هذا الفانكشن، بقول له اذا الريكوست دوت باث كذا
ريسبونس دوت رايت بودي كذا زي اكسبرس جي اس اللي بيعرفه كثير بيشبهه. It's written in D. بتستخدم في عندك different backends زي lib event. هدول libraries ال event loop مكتوبين in C. مثلاً open SSL libraries مكتوبة in C بتستخدمهم. بس في lib async مكتوبة totally in D ما بتستخدم C. هلا بالاخير السيستم كولز بترجع سي يعني بالنهايه. لانه انا بدي احكي انه هي هاي الهاي ليفل ما بصير ممكن يعني هدول ما بصير نقارنهم بالسي او الجافا لانه ليفل مختلف صح؟ جافا بس اتس از لو از سي واز هاي از بايثون. انا بعرفكم بلاش لانه سي مش قبل يعني. ايش فرقت؟ مش مشكلة بنناقش بعدين. طيب هون مثلا بدي اعمل راوتينج بسيط بقول له عملت راوتر عملت جيت راوت بوست راوت واذا اجاني اي شيء ثاني اعمل له سيرف ستاتيك فايل وهون عم بعمل ماتشينج على الباترن اذا لازم يجيني يوزر ومن هون بقدر اجيب اليوزر مثال بسيط على على routing. وهون عندي برضو enforce HTTP لازم اليوزر يكون بالفورم اذا مش بالفورم رجع له bad request انه اليوزر missing user field. طيب الفيتشرز اللي حكينا عنهم قبل شوي بدنا نستخدمهم بطريقة بدنا بشغلنا كيف ممكن نستعملهم. vibe بستعمل هاي الفيتشرز بالريست انترفيس تبعها. سو الريست انترفيس انا عندي انترفيس معينه هي ويذر اي بي اي. الويذر اي بي اي فيها فانكشن جيت ويذر وفيها لوكيشن وحده جيتر وحده سيتر. ويذر جيت ويذر بترجع لي ويذر اللي هي فيها ستاتس وفيها تمبريتشر. سو انا الريست انترفيس تبعتي بدي اياها يكون فيها هاي الفانكشنز. سو انا عرفت بس هلا الانترفيس. هلا بروح على السيرفر شو بحكي له؟ بحكي له الانترفيس تبعتي اللي هي الويذر اي بي اي بدي اعرف كلاس ذات امبلمنتس ذس انترفيس اللي هي ويذر بروفايدر وهي الامبلمنتيشن تبعتي ويذر جيت ويذر رجع لي الويذر سني و25 درجه الحراره واللوكيشن هيك الامبلمنتيشن تبعته الجيتر والستر. شو بروح بحكي له؟ register rest interface new weather provider اللي هو الكلاس تبعي. هلا وقتها افتح البراوزر تبعك اضرب سلاش weather عرف انه get request من اسم الفانكشن وراح يرجع لك json weather راح يرجع لك serialized into json و rest interface جاهزة. ايه this زي self type when this shared static this هلا هاي module constructor ما حكيتش عنها بس vibe ال entry point تبعتها مش void main إلها هي ال void main تبعتها هي already كانت بال void main بال library نفسها فأنت بتستعمل module constructor بدل void main. It's a minor detail, implementation detail of vibe. طيب شو REST interface مفيدة هاي كمان؟ ممكن أنا أعمل client بعيد على جهاز ثاني أحكي له REST interface client لل weather API اللي هي الانترفيس تبعتي وجيب لي الداتا من هذا السيرفر. بصير تنادي الويذر اي بي اي كانها فانكشنز عندك بصير هو يعمل ار بي سي كولز على السيرفر على الريست انترفيس ويرجع لك الداتا جاهزه بالفورمات تبعك اللي هي الويذر ستوك مثلا بقول له ويذر دوت ستاتس ويذر دوت تمبريتشر. طيب شو بقدر كمان اسوي؟
بقدر اسوي جافا سكريبت كلاينت. سو بقدر احكي له سيرف ريست جي اس كلاينت للويذر اي بي اي الانترفيس تبعتي, ولما ينطلب منك ويذر دوت جي اس شو بصير؟ بس ينطلب هذا الراوت بيرجع لك جافا سكريبت فايل, بس تنادي الفانكشنز اللي فيه عم بينادي الفانكشنز اللي على السيرفر. سو ان جافا سكريبت بصير انادي بعمل انكلود للويذر دوت جي اس, بصير احكي له var weather calls weather api dot get weather ورجع لك الويذر جيسون اوبجكت. سو انت اختصرت شغل بلاوي كتير. كيف هاي الشغلات انعملت؟ using ctfe compile time function evaluation with templates and reflection مع بعض كلها بتعمل اشي زي هيك. بس تنادي get weather الحين فون عشان يس تفضل. البارامترز هي راح تحدد اسماء البارامترز تبع اليو ار ال. يس سايكش اعتقد انه بتساوي هاي كابلينج بين الكود. هو لو عرفنا انترفيس والانترفيس ديكوبلد من الامبلمنتيشن. الامبلمنتيشن كانت بعيده تسوي ويب هوست تسوي مثلا سترينج ويذر تايب مثلا سترينج وانتجر تمبرتشر. هلا لازم انا اشتري بالريست لازم لما ابعت لازم ابعت ويذر تايب نفس الكلمه كبارامتر ويب ويذر. يس هلا انا تايب ديكوبلد. انت لازم تعرف الانترفيس يعني لو بدك تعرف اي اي بي اي لازم تحدد شو البارامترز اللي تيجي. تقدرش تغير الاسم وقت ما بدك. ما تقدرش تسوي مثلا كونفيجريشن اكس ام ال برا مش من خلال اكس ام ال, لا دائما جوا محطوط بالكود محل ما انت رح تغير رح تغير هون. بس اللي بتقدر تسويه تحط الانترفيس بالملف وصفي كل الانترفيسز هاي ثابته. يعني تعمل فيرجنينج بالانترفيس هاي ما بتذكر شفت شيء فيه فيرجنينج, بس يو كان دو ات من خلال انت عم بتغير ال الراوتس. سو انت لما تغير الراوت تقدر تعمل فيرجنينج. الراوتس هي يعني تسوي مش فلترز مش مبدا فيها فلترز بتقدر تعمل فلترنج. واخر شيء انه شفت الات ساين مره استعملت ات بروبرتي. ات بروبرتي دخلت على اللغه شوي متاخر, ف لانه في ناس كانت تستخدم كلمه بروبرتي بالكود تبعها عشان ما عشان الباكوردز كومباتيبلتي, بس حطوا الات بروبرتي يعني ات موجود. كل شيء تمام. بتوقع انا هيك خلصت. سو بس بدي امشي على اللينكس سريعا. دي بروجرامينج لانجويج الويب سايت تبعها dlang.org. الفورمز كثير اكتيف, كثير رح تلاقي ناس عليها مكتوبين ان دي لانجويج. الفورمز نفسهم تلاقيهم كثير سريعين. هذا كتاب اونلاين اللي بده يتعلم دي بروجرامينج ان دي فري. TDPL اللي هو دي بروجرامينج لانجويج. في كتاب بس عن التمبليتس اللي بده يشوف يقارن different tasks كيف بنعملوا in different programming languages. روزيتا كود ويب سايت كتير رائع. بده يشوف التاسكس المحلولة عندي بقدر يلاقوا IRC channel. بتلاقوني انا هون وبتلاقوني هون active. وفي عنا الدب باكج مانجر اللي هو زي NPM وما الى ذلك. وشكرا لكم. اي سؤال؟ IDE في عندك اكتر من choice. في اللي بيشتغل على ويندوز, في على فيجوال ستوديو اسمه فيجوال دي. بيشتغل مثلا لينكس او ماك في مونو دي اللي هو من مونو ديفلوب وما الى ذلك. في على سبلايم انا كاتب البلاجين تبعته. في على فيم, في على اي ماكس بلاجينز بتعمل اوتو كومبليشن وما الى ذلك. ففي different choices. بس انا استخدمت الدي يعني
لانه عم تعطيك كثير شغلات ما بتلاقيها بنفس اللغه اللغات الثانيه. يعني مثلا جافا بدك تشغلها بدك تحسب حسابك اقل شيء جيجا و2 جيجا رام هيك بس للابلكيشن بير ابلكيشن. بدك تحكي بايثون بتلاقي البرفورمانس سب اوبتيمال. اذا بدك تعمل شيء بيرفورمانس كويس لازم ترجع تكتبه ان سي وتشبكه مع البايثون. فانه شيء تقريبا بيرفورمانس بنفس الوقت شيء كان صعب تلاقيه. ودي هي اقرب شيء انا لقيته لهذا الموضوع. تقدر تعملي اكثر من اللي بتقدر تعمله الجافا. جد فعليا بتقدري تعملي بايندينج مع سي لايبريز، بتقدر تعملي بايندينج مع بايثون لايبريز، بتقدر تستخدمي الجي ان اي. بقدر افرجيك اكزامبلز جافا ما بتقدرش تسويها كثير. التمبليتس مش كثير موجوده. ريدابيليتي موجوده، موجوده الانوتيشنز موجوده بس اتس ا لايبرري يعني ديبندنسي انجكشن. you can find it as a library dependency injection. أو نقدر نكمل هذا النقاش بالبريك اللي راح يستمر لمدة 10 دقائق. شكراً.